السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعاتي الأوفياء، متتبعي قناة آدم سعيد، مرحبا بكم. جيت لكم اليوم بتشكيلة من الحلويات من عجينة واحدة، هذا تلبية لطلب أخت، يعني اللي استفدت لي في الصفحة الرسمية ديالي على الفيسبوك. طلبت مني أن ندرج ليها يعني تشكيلة من الحلويات اللي غادي يكونوا يعني اللي نديروهم في العيد، ويكونوا من عجينة واحدة وما يكونوش مكلفين، يعني يكونوا عاديين واقتصاديين وكيخرجوا بزاف. كنتمنى ان هذه الوصفة تنال الاعجاب ديالها وتنال الاعجاب ديالكم كذلك، ونمروا كما العادة نتعرفوا على المقادير ديال هذه الحلوة هذه، او الندوة زتاي ولا طريقة ايضا. غادي نحتاجو اول شيء 250 غرام ديال الزبدة تكون لينة في حارة المطبخ. غادي نضيفو ليها كأس ديال السكر كلاسي او السكر الثقيل مع شوية ديال الملحة. كنخلطو المكونات ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا حتى كيندمجو لينا. من بعد غادي نضيف كأس ديال الزيت مع 4 البيضات. هنا اعتذر على عدم درج مقطع ديال الزيت لانه تمسح ليا، فكنضيفو كأس ديال الزيت على 4 البيضات وتنخلطوهم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف 2 كؤوس ديال الياغورت طبيعي او الزبادي بدون سكر. هاد الحلوة هادي كتخرج لينا كمية كتيرة. غادي نضيف هنايا 1 كأس ديال النشا. كنخلط المكونات ديالي مزيان، ومن بعد كنبدا بإضافة الدقيق. غادي نعبر لكم هنا الكؤوس تقريبا، غادي نديرو 6 الكيسان ونص. هنا اول شيء غادي ندير 4 الكيسان كما شفتوا، نفس الكاس اللي عبرنا به المكونات هما اللي نعبروا به الدقيق. غادي نخلط حتى كنشوف واش كفاني الدقيق او لا. من بعد عاد باش غادي نضيف هنايا كما شفتوا مازال خاصني الدقيق. غادي ناخذ نعبر نزيد هنايا 2 كيسان ونخلط. اذا هنايا زدت كاس اللي هو الكاس الخامس. من بعد غادي نضيف هذا الكأس هذا، غادي نحيد الليكات لانه ما جاونيش نهائيا في العجين. غادي نضيف هنايا الكأس السادس او لا نصف كأس، نصف كأس فقط، يعني 5 الكيسان ونص ديال الدقيق، ما بين 5 الكيسان ونص حتى 6 على حسب النوع ديال البيض. هنا غادي نقسم العجين الى 2، واحد غادي نخليه وهذا غادي نديرو في الثلاجه بين ما بغيت نوجد به الحلوه. العجين الاخر غادي ندير ليه بودره الكاكاو لانني بغيتو اسود. غادي نضيف ليه كميه من بودره الكاكاو وغادي نخلط مزيان. المقادير ديال العجين هذه غادي نحطها لكم اسفل الفيديو. العجينه ما نخليوهاش يعني قاصحه، خاصها تجي شويه كتلاصق، لهذا فانا كنساعد بالدقيق باش ما تلصقش ليا في الطبله. الشكل الاول غادي نعملوه بهذا الشكل، غنصوبو على شكل عمود كما كتشوفوا، وغادي نقطع بهذا الشكل هذا، وغادي فقط هذا هو الشكل الاول، ما غاديش نزيد عليه حتى شي اضافات. كما شفتوا كنديروا عمود وتنقطعوا، يعني ساهل ماهل، ما يحتاج فقط، غادي يجي ان شاء الله في التزيين هو باش غيعطينا واحد المنظر. هنايا كما شفتوا فما كاينش المنظر بزاف، لكن ان شاء الله ملي غادي يطيب وغادي نزينوه غادي يعطينا منظر جميل. غادي ناخذوه ونوضعوه في صينيه الفرن ونديروا الشكل الثاني ديالنا اللي هو غادي يكون على شكل غريبه، غادي تكون متقوبه من الوسط، غادي نديروا ليها ثقب في الوسط الغريبه ديالنا. تقدروا تخليوها كذلك بحال هكا تتجي مشقه زوينه. هنا كما كتشوفوا بمساعده الدقيق ندير صبعي في الدقيق وتنورك، لان العجين كيتلاصق لانني ما درتش الدقيق، بغيتها تجي هشيشه. اللي ما بغاتش الحلوه تجي هشيشه تزيد الدقيق، تكمل حتى 6 الكيسان ونص ديال الدقيق. من بعد غادي ناخذ نصايب الشكل الثاني ديالي اللي هو شكل جديد. غادي فقط يعني كنظن انه كاين على القناه ديالي، انني يعني ملي كنت كنصايب الحلوه ابتكرته. غادي ناخذ كاس الهلال كاين، لكن طريقه التزيين هي اللي جديده. غادي نصاوب هلال كما كتعرفوا فهو معروف بالكاس فقط، ما غاديش نحتاجو للطابع. ومن بعد غادي ناخذ بودره الكاكاو هي اللي باش غادي نزينو بها.
غادي ناخد كأس آخر وغادي ندهن، ان نبدا نديرو في الزيت او ندهنو بشويه الزيت ولا الزبده من الفم ديالو، وغادي نبدا نهزها بهذا الشكل ونورك على الحلوه. كما كتشوفوا طريقه تزيين هائله، يمكن لكم ديروا حتى 3 4 5 الاسطر وانتم كتزينوا بهذا الشكل هذا. والشكل ديالنا واجد كيجي رائع، يعني مغير شويه على بقيه الاشكال اللي كنديروها. غادي نستمر حتى كنكمل الشكل الثاني ديالي، نفس الطريقه غادي نستمر بها. الطريقه سهله جدا، الشكيلات اللي درت لكم اليوم كلهم ساهلين ماهلين، غير مكلفين وغير يعني ما تيشدش لكم اليد بزاف دغيا حتى كتوجدوها. كما شفتوا هذا الشكل كيجي هائل، هو هذا من بعد ما كملته. غادي ناخذ الان صايب الشكل الاخر اللي هو كيكون عباره على الحلوه اللي غادي ان شاء الله نزينوها فقط بالفورشيط. غادي نصايب عويدات بهذا الشكل هذا، يكونوا رقاق شويه، وغادي نحطهم. اذا هنا من بعد ما كملت كناخذ كل ثلاثه كنحطهم حدا بعضياتهم، لان الهدف ديالي انها ملي تطيب تلصق في بعضياتهم في بعضياتها. كنديروهم صغار، من بعد تنطراسيوهم هكا بالفرشاط، او يمكن لكم تخرجوهم بالبوش بالبوق اللي تنصاوبوا به الحلوه ديال البوق، خرجوهم بها طوال وديروا وحده حدا وحده، ثلاثه الوحدات كل ثلاثه بوحدهم، ندخلوهم للفران يطيبوا. بالنسبه للشكل ديالنا غناخذوا العجين التالي، الشكل الرابع غناخذوا العجين وغنديروها في الكويرطات ديال الحلوه، غناخذوها عشوائيه ونديروها في الكويرطات ديال الحلوه بهذا الشكل هذا. حتى هذا الشكل كيجي جميل جدا وهائل بهذا الشكل. من بعد غادي ناخذوا الفواكه المعسله وغادي نزينوا بها الشكيل ديالنا بهذه الطريقه، وندخلوها للفران ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. والشكيلات ديالنا هما واجدين من بعد ما كملت، من بعد ما زينتهم. طبعا هذه الحلوه اللي درنا في الاول كما شفتوا درت ليها الشوكولاته وزينتها باللوز، تقدروا تزينوها بالكاوكاو. هذه خليتها عاديه كما خرجتها من الفرن، خليتها جات بهذا الشكل هذا خفيفه. الغريبه ديالنا درت ليها شويه الشوكولاته في الوسط وزينتها بشويه ديال اللوز. وهنايا هادو ثلاثه اللي لقيت كما كتشوفوا الحلوه كتخرج كميه كثيره جدا. هذا الشيء اللي حطيت فقط نصف الكميه اللي انا خدمت، باقي عندي نصف كميه اخرى بحالها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم حبيباتي متتبعات قناه ام ادم سعيد. ما تنسوش بالنسبه للمشاهدين الجدد يوركوا على زر الاشتراك في القناه، ويوركوا كذلك على زر الجرس اللي بغات الوصفات ديالي يوصلوها في الهاتف ديالها. تكليكي على زر الجرس يبدا يوصلوها الوصفات فاش يلاه تنحطهم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، الى وصفه مقبله ان شاء الله. بسلام عليكم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.